أبو أحمد من الإمارات. أبا أحمد. ألو. نعم يا أخي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام والرحمة يا مرحبا. الله يزيد فضلك يا رب. آمين سيدي. أنت بدك الواحد يكون أفلاطون زمانه. ما سمعت. ودك تلتقي؟ ينادي بالمدينة المثالية. لا عيد أبو أحمد، ابعد عن التلفاز واعد الكلام، ما سمعت والله. قول شو عندك؟ ما سمعت من البداية. يعني أنت الآن تنادي بالمدينة الفاضلة. ما يوجد مدينة فاضلة، نحن لا ننادي بالمدينة الفاضلة، لكن أكمل. يعني هلأ واحد قدامك بتقول له السلام عليكم وهو يكن لك العداء ويكلفك فوق طاقتك. نعم. ويعني ولا يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. نعم نعم يا سيدي أنا أخبرك. ثم تقول له السلام عليكم وتريد منه يعني أن يتخلى عن إنسانيته. نعم. يتخلى من؟ يا سيدي لو كانت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكونوا إمعة، إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم. ليس مطلوب الإساءة بالإساءة، وإن كان يكن العداء لك ويتربص بك، فالله عز وجل أمرنا أن نبارز الناس بالأخلاق، ادفع بالتي أحسن. لو كل إنسان لنا عدو بارزناه بالعداء لا يبقى لك حتى في نفسك صديقة، لأن الناس في العادة تبرز العداء ثم كأنه ولي حميم. فلا يعقل أن نحاسب الناس على ما في نفوسها، فالله عز وجل على جلالة قدره ورفعة شأنه لم يحاسبنا على ما نفوسنا. وكيف سأخذ حقي؟ سأتيك. الله عز وجل تجاوز عنا نحن إلا إن تكلمنا، فلا يحاسبنا على الصمت إلا إن صمتنا عن حق. فإن كان لك حق مظلمة شرع الله لك السبل، هذه السبل القانون، أخذ حقك بالقضاء، لكن حتى وإن كان لم يبح الله لك أن لا تسلم عليه، فهذا من حقه وواجبه، حق المسلم على المسلم وواجب عليه أن يسلم عليه. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. طيب أنا لا أقول لك، أنا لا أقول لك أني لن أسلم عليه، لكن أقول لك يعني هذا ليس عهد مني له، أنه إذا أذاني أني لا أنتقده، أقول والله هذه ليس غيبة، ولكن هذا أخذ لبعض حقي. انتقده في وجهه. انتقده في وجهه. هل أكون بذلك قد نقضت العهد؟ انتقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تكلم الرجلان، أنا وهو في السيارة. خبر كان يا ابن الحلال. أنت تريد تسمعني ولا أسكت بس عشان أفهم المادة؟ أتكلم الآن؟ خليه على الهواء. اسمع. مشكلة. تريد أتكلم ولا أنت تتكلم بس عشان أفهم المادة؟ خذ راحتك. زين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تكلم الرجلان فالتفت أحدهم فهو أمانة وهو مجرد كلام، فإذا أنت بينك وبين أي رجل عداوة أو خصومة تخرج وتختابه، نعم غيبة شئت أم أبيت. النبي صلى الله عليه وسلم حدد معيار الغيبة، قال عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، كل ما يكره أكره أنا غيبة. المغتاب جبان وإن كان صاحب حق. إذا أنت رد غيبة اذهب للقاضي أخبره عن مظلمتك، من يرفع عنك المظلمة، لكن أن تذهب في المجالس تتكلم غيبة. المغتاب جبان يفقد القدرة على التكلم أمام من يتكلم عنه ثم يتكلم به بالخلاء. كل مغتاب كذاب لأنه في سبيل منقصة. إن كنت صاحب حق عندك قضاء، عندك مسالك قانونية تذهب إليها، تريد رفع المظلمة عنك عندك قانون، وإلا أصبحت الدنيا غابة. كل إنسان ظلمك تريد أن تنهش لحمه وعرضه وتتكلم عنه وتقول هذه ما هي غيبة لأنه ظلمني، لا أنت أظلم منه، لأن الله شرع لك أسلوب أخذ الحق. عندما تسمح لي بالكلام أتكلم. تفضل. ما عليه نطول بالنا. تفضل. جزاك الله خير. نعم. إذا واحد يعني اتخذ كل المسالك القانونية التي تسمح له بالحوار والمناقشة، ومع ذلك لم يحصل على حقه، هل يكون بذلك قد نقض العهد؟
أولا بحسب القضية التي تسعى لها. ألا يحل له عند ذلك الغيبة والنميمة؟ لا يحق الغيبة إلا لمن يرفع عنك الظلم أن تتكلم أمامه، عدا ذلك غيبة، عدا ذلك غيبة. نعم، شكرا لك.